بسم الله الرحمن الرحيم. زكت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة. التفاصيل في تقرير الزميل رائد الشمري. في مقر اتحاد كرة القدم وبأجواء سلسة ومرنة جرت انتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم للسنوات الأربع المقبلة، والذي سيقوده الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيسا للاتحاد ونائبه الشيخ فواز مشعل الجراح الصباح، إلى جانب اختيار 12 عضوا من خلال هذه الانتخابات. أنا أعتقد يعني اليوم إخواني أعضاء الجمعية العمومية حملوني مسؤولية كبيرة أكثر ما كنت أتوقعها، يعني حصولي على الرقم الكامل من جميع الأندية الكويتية هذا شرف يعني ووسام على صدري، ويعني حملني مسؤولية أكبر من المسؤولية اللي يعني كنا راح نعمل من أجلها. الكل اليوم لازم يعرف أن وجود الاتحاد الكويتي كرة القدم برئاسة أحمد اليوسف وزملائي إخواني عضو مجلس الإدارة، إحنا أتينا من أجل النهوض في الرياضة الكويتية، ورقم واحد من أجل التعاون مع الحكومة الكويتية ولجنة الشباب والرياضة وإخواني أعضاء مجلس الأمة، وبداية من الأندية 14 أو 15 نادي اللي موجودين أعضاء جمعية العمومية في الاتحاد لكرة كرة القدم من أجل رفع الإيقاف. ونتمنى أن يحوز هذا الانتخاب أو هذه الجمعية العمومية على رضا الفيفا، وأن تكون متوافقة إن شاء الله مع لوائح الفيفا. الأمل والطموحات تبقى كبيرة في المرحلة المقبلة مع هذا الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والذي سيباشر عمله من الغد لوضع رزنامة المرحلة المقبلة للاتحاد. احنا عندنا اول شيء، اول اهتمامنا طبعا راح يكون رفع الايقاف عن الكره الكويتيه، الايقاف الظالم اللي الامانه انظلم فيه، اللي انظلمت فيه بلدنا وانظلم فيه الشعب الكويتي كله والرياضيين بشكل عام. هذا اول خطوه لنا متى ما تم رفع الايقاف. طبعا في المقابل احنا في راي اخواني اعضاء مجلس الاداره راح يكون في اجتماع بكره وراح يناقشون الاجنده كامله. انا ما بسبق الاحداث، لكن انا اتوقع الكل يشاركني انه راح يكون هدفنا الاساسي هو رفع الايقاف. إذن التفاؤل سيد الموقف بالخروج من نفق الإيقاف الرياضي، والذي أنهك الرياضة الكويتية وأبعد كرة القدم من استحقاقات عديدة، بل أحبطت جيلا كامل من لاعبين ورياضيين. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.